بداية هذا الحفل المبارك نستفتح بالذي هو خير، ومع كلام المولى عز وجل ومع محمد عبد الرحمن الحامد، فليتفضل على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك بمناسبة الذكرى 6 لثورة الشباب، ثورة التغيير السلمي، وإحياء لذكرى ضحايا وشهداء الوطن الذين ضحوا ويضحون ويقدمون أرواحهم رخيصة من أجل الدفاع عن منجزات الثورة اليمنية وفي مواجهة العملية الإنقلابية التي قامت بها الميليشيات المسلحة الخارجة عن النظام والقانون وانقلابها على الشرعية الدستورية. وبهذه المناسبة الغالية نبارك الانتصارات العظيمة التي يحققها الجيش الوطني ورجال المقاومة ضد الميليشيات الإنقلابية، ونبارك النجاحات التي تحققها الحكومة اليمنية الشرعية على كافة الأصعدة والمجالات. كنا نقول بكرت لي من بدري لابس معد الجفري، بكرت لي من بدري لابس معد الجفري، عيش النوايا مدري ابرد ابوها الزره، عيش النوايا مدري ابرد ابوها الزره، فوق المسيره تهجم ببندقك يا مجرم، فوق المسيره تهجم ببندقك يا مجرم، مكنتنا اتقعبم ابرد ابوها الزره، مكنتنا اتقعبوم ابرد ابوها الزره، سلميتي والجوهر ذي خلت القرن عصر، سلميتي والجوهر ذي خلت القرن عصر، يا بلطجي لا تغتار ابرد ابوها الزره،
يا بلطجي لا تغتار ابرد ابوها الزرة. دولة مدنية نحقق الأمنية بالدولة المدنية، نحقق الأمنية بالدولة المدنية. أحلامنا الوطنية أهدافنا الثورية، أحلامنا الوطنية أهدافنا الثورية. نحقق الأمنية بالدولة المدنية، أو باسمنا بيطلب رئيس يقرا يكتب في الدولة المدنية. قضاء نزيه وعادل ما يرتاشي ويجامل، للحكم يصدر عاجل في الدولة المدنية. بناء ونهضة وعمار وتنمية واستثمار واقتصاد ما ينهار في الدولة المدنية. صناعة والشعب يلقى بداعة في الدولة المدنية. لا عاد قتلة وثارات ولا سلاح وعصابات أو نهب أرض وغارات في الدولة المدنية، في الدولة المدنية. الدولة المدنية ننشي لجيل متعلم يبني اليمن لا يهدم، للظلم لا يستسلم في
والمرتاشير حل في الدولة المدنية أحلامنا الوطنية أهدافنا الثورية نحقق الأمنية بالدولة المدنية اليوم نحتفي بالذكرى السادسة لثورة 11 فبراير. هذه الثورة التي ولدت من شعب حر أبي، هذه الثورة التي غيرت أمور قد كانت من المسلمات. كان التوريث عندنا في تلك الفترة قد وصل إلى مرحلة تحصيل حاصل. كان فرعون اليمن يعتقد لم يبقى إلا أن يقول لنا ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فجاءت هذه الثورة المباركة، جاءت هذه الثورة التي شارك فيها الجميع، بدأها الشباب والتحقت به بعد ذلك كل القوى بمختلف أجناسهم رجالا ونساء كبارا وصغارا. يا من أفنى العمر كطوفان يغرق أحلام البلد، يا من ظن بأن الحكم رداء يلبسه للأبد، الآن خرجت مع البسطاء أقول لغيمتك العمياء ابتعدي، وسأغلق أبواب الظلمة كي تشرق نافذة لغدي، حطم ما شئت من الجسد سأموت لكي يحيا ولدي. حطم ما شئت من الجسد سأموت لكي يحيا ولدي، وسأغلق أبواب الظلمة كي تشرق نافذة لغدي، وسأجبر إعصارك دوما أن يركع لصلابة وتدي. لن يبقى عرش، لن تبقى ظلم، لن يبقى أحد، وستبقى بلدي. النص الثاني كتبته في صنعاء حينما اغتال المتمردون أحلامها، زمن الغجر، كل يخبئ في أضلاعه كفنه، كل يخبئ في أضلاعه كفنه، فالأرض من حولنا تكتظ بالخونة، طيف كئيب يمر الآن في دمنا، والعود ينفث من أوتاره شجنة، الريح تغرس في الأرجاء خنجرها مذ أخبرونا بأن الريح مؤتمنة. الريح تغرس في الأرجاء خنجرها مذ أخبرونا بأن الريح مؤتمنة، شاخت بلادي بكاء والمساء هنا ما زال يرجم في أنحائها فتنة، النار قد سرقت من دارنا فنما عشب المساء وأضحى دارنا سكنة،
النار قد سرقت من دارنا فنما عشب الظلام وأضحت دارنا سكنة نحن الجياع بأرض كلها ثمر محصولنا ظل مسروقا لألف سنة. نحن الجياع بأرض كلها ثمر محصولنا ظل مسروقا لألف سنة. كأنما الخوف إذ طالت مسيرته لم يغره وطن فاختارنا وطنه. نحن الجياع بأرض كلها ثمر محصولنا ظل مسروقا لألف سنة. كأنما الخوف إذ طالت مسيرته لم يغره وطن فاختارنا وطنه. الموت يعبر كالأعمى على بلد الملح طاف به مستعمرا مدنه. مات الغراب الذي وارى خطيئته لكن قابيل في أعماقه دفنه. لننحني في هذا المساء البهيج إجلالا للشهداء فبراير الثورة وللجرحى وللمخفيين قسريا والمعتقلين ولنلوح بالتحايا إكبارا لمن أوجدوا وعلى دربها انغرسوا وما بدلوا تبديلا. لنرسل باقات الورد وأغصان الزيتون إلى كل المناضلين الأحرار المتصدين للانقلاب على الثورة والجمهورية. نعم باقات الورد وأغصان الزيتون رمزا للحب والسلام الذي اعتنقها مجلسنا مجلس شباب الثورة في مسيرته النضالية كقناعة راسخة وثقافة أصيلة من أول يوم تأسس فيه. أننا في العيد الوطني السادس لثورة فبراير سنرفع أصواتنا حتى عنان السماء لنسمع العالم كله أن ثورتنا لم تكن ترفا ولا هفوة بل كانت ضرورة حتمية. أن كنا أجلناها ستتفاقم ضريبتها أكثر وأكثر ويتجذر سرطان الحاكم وشبكات فساده في كل مفاصل الجسد اليمني. دعونا نتذكر أن الحاكم المستبد الذي اغتصب السلطة والثروة وأصابها الغرور بعد حرب صيف 94 جعل من اليمن أرضاً وإنساناً إقطاعية يتصرف بها كيف يشاء، عبث بالمال العام والوظيفة العامة وسخرهما لشراء اليمن من المتساقطين وفرق بهم الكيانات السياسية والقبلية والاجتماعية المعارضة والمطالبة بدولة القانون والعدالة والمساواة. رفع شعار الديمقراطية وانقلب عليها في كل عملية انتخابية بالتزوير الفاضح. رفع شعار مكافحة الفساد وأطلق العنان لكل فاسد. رفع شعار محاربة الإرهاب واحتضن الإرهابيين واحتضن الإرهابيين جماعته حينا وأسس جماعات إرهابية أخرى حينا آخر ليغالط الداخل والخارج. ثورتنا لم تكن ترفا إذن بل إنقاذاً وتداركاً من الهاوية السحيقة. كانت حفاظاً على مكاسب ثورتي سبتمبر وأكتوبر اللتان أوشكتها وحفاظاً على الاحتضار ولم يبقى منهما إلا الاسم في منظومة صالح وحفاظاً على النظام الجمهوري الذي انهار أو يكاد. تلك الثورة الشعبية خرعت صالح بالفعل في 21 من نوفمبر 2011 وهو إنجازها لعظمة صانعيه. تم التوافق على سلطة انتقالية تؤسس لمرحلة ما بعد صالح وجرى حوار بين مختلف القوى السياسية في اليمن أفضى إلى وثيقة مخرجات الحوار الوطني التي عالجت كل القضايا العالقة وأهمها هيكلة الجيش والقضية الجنوبية وقضية صعدة والبناء المؤسسي لدولة الحكم الرشيد. وتم إعداد مسودة الدستور لطرحها للاستفتاء وخوض الانتخابات النيابية والرئاسية وصولا إلى دولة المؤسسات. كان ذلك وفقا للمبادرة الخليجية وآلية التنفيذية وعلى مرأة ومشهد الأمم المتحدة. وقبل أن يحدث ذلك كان الانقلاب الذي قام به المخلوع وحرسه العائلي والحوثي وميليشياته الفاشية فاحتلوا العاصمة صنعاء وتمددوا في المدن الأخرى بقوة السلاح لتصبح العملية السياسية في إعداد الموتى وسط حملة مداهمات واعتقالات وتهجير وتدمير وقتل. شمل معارضي الانقلاب والكثير من الأبرياء وفرض
الحرب كخيار وحيد يبقى سلطتكم الانقلابية التي تجاوزت الانقضاض على ثورة فبراير إلى الانقضاض على ثورة سبتمبر وأكتوبر. أننا في مجلس شباب الثورة السلمية نرجع كل هذا الدماء الكبير وهذا الشلال المتواصل من الدماء والإزهاق للأرواح وهذا التهجير وهذا الفرار المذهبي وهذا الفرز المذهبي المناطق المقيت وهذه المعاناة التي يعيشها اليمنيون نتيجة خالصة للانقلاب على العملية السياسية والانطاحة بكل التفاهمات والاتفاقات باستخدام القوة العسكرية، ويتحمل طرف الانقلاب المسؤولية الكاملة عنها، ويرى المجلس أن كل الحلول تبدأ من نقطة واحدة هي أنها الانقلاب وفقا لقرارات الشرعية الدولية وتسليم أسلحة الميليشيات واستئناف العملية السياسية من حيث توقفت. فمن غير المنطق أن تصاغ الحلول على قاعدة استفتاء شراء الميليشيات، فذلك يفتح الباب لصراعات لا تنتهي ومسلسل عنف لا يتوقف. أيكم تحية الثورة والحرية، تحية ثورة مستمرة متجددة رغم كل التحديات، بإرادة لا تنكسر وصمود لا يعرف المستحيل. أرحب بكم جميعا كلا باسمه وصفته، وأشكر حضوركم الجميل الذي يدل على ما تحملوه بأعماقكم من حب للوطن وأشواق للحرية. الحضور الكريم، اسمحوا لي أولا أن أدعيكم جميعا للوقوف مرة أخرى لقراءة الفاتحة على أرواح شهيدات وشهداء ثورة فبراير والحرب الدائرة في اليمن الذي أشعل فتيلها المخلوع والحوثي وعصابتهم. أتمنى منكم جميعا أن تقفوا لحظة لقراءة الفاتحة. الحضور الكريم، اسمحوا لي من هنا أن أحيي رمز النضال وأيقونة فبراير، رمز المرأة العربية والمرأة اليمنية، رمز نساء ثورة فبراير، رمز السلام توكل عبد السلام كرمان. ولا يخفيكم منذ القدم كانت ولا تزال الثورة أنثى والحرية أنثى، وهذا عنوان ثورة الربيع اليمني الذي أزهر نساء على طول البلاد وعرضها يهتفن للحرية والعدالة. والحياة في ظل يمن جديد، ومثلما أن رحم المرأة مصدر للحياة، فإن حناجر اليمنيات كانت تحمل الكبرياء وتلد أصوات الحرية والكرامة. لقد دخلت المرأة اليمنية إلى الثورة متكئة على تاريخ يمتد من بلقيس ولن ينتهي أبدا، ولعل هذا الامتداد التاريخي لدور المرأة اليمنية في الحياة السياسية والشأن العام هو ما دفع بالمرأة اليمنية من الريف والمدن ومن السهل والجبل لتتصدر المشهد الثوري وتقود الجموع وتشارك أخيها الرجل في رحلة النضال من أجل يمن الحرية والحياة الكريمة. ولن ننسى التاريخ للمرأة اليمنية أنها لم تكن ثائرة فحسب، بل كانت جريحة وشهيدة وأسيرة أيضا، لكن كل ذلك لم يمنعها من مواصلة دورها في التصدي لحكم القوى ومراكز النفوذ. وفي كل ذكرى لفبراير سوف تظل المرأة اليمنية عنوانها الأبرز ومصدر الإلهام للأجيال القادمة والشعوب. ومن هنا يليق تكريم بالمرأة ودورها، سواء أن تحقق الثورة بيمن تسوده قيم الحرية والعيش الكريم والعدالة والسلام. لقد كان حضور المرأة الكثيف في المظاهرات والمسيرات إحدى مفاجآت ثورة فبراير الكبرى بالنسبة للعالم. لقد كان ذلك مشهدا لا ينسى ولن ينسى، ولقد غير ذلك كثيرا من الصور المشوهة عن المجتمع اليمني الذي يتم تقديمه في الميديا الغربية بكونه مجتمع يضطهد المرأة ويتبنى نظرة متشددة تجاهها. لقد أثبتت المرأة في كل المحطات
أنها دائماً على قدر المسؤولية ويعتمد عليها، فبعد إسقاط المخلوع وانتخاب رئيس توافقي للبلاد شاركت المرأة في الحوار الوطني الشامل ودفعت في مسار إنجاح المؤتمر وإنجازات للحقوق المدنية والسياسية. وبشهادة المراقبين والمحليين والدوليين كانت النساء إلى جانب الشباب هم الفئة الأكثر جهداً ونزاهة وانفتاحاً على المستقبل. وعندما حدث الانقلاب شاركت المرأة في مقاومته بكل قوة ومن خلال قيادة المظاهرات والاعتصامات، وقد واجهت في سبيل ذلك حملة قمعية غير أخلاقية لكن كل ذلك لم يفت في عضها. فالمرأة اليمنية هي عنوان للتحدي، بل أنها التحدي بذاته. شكرا لكم جميعا لسعة صدوركم وحسن الاستماع.